إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. عليكم صباح النور عليكم، كنتمنى للجميع يكون بخير وعلى خير. اليوم حنايا في دار الشباب أرض الدولة في ختام قافلة طبية مجانية تقوم بفحوصات شاملة تشمل داء السكري وتخطيط القلب والضغط الدموي، زائد بحال اللي كتشوفوا هنايا الدكتور كيحاضر في تحسيس حول سرطان الثدي، وكذلك عندنا تحسيس حول كوفيد-19. هذه القافلة الطبية عملتها جمعية نسائم الخير بشراكة مع جمعية عطاء بلا حدود، وكذلك شركة أمانديس ووزارة الصحة، وبالتنسيق ودعم من مقاطعات مغوغة. نتمنى أن هذه الأنشطة هذه تكون كثيرة ومكثفة، لأن للأسف كاين نقص كبير في الأطر الطبية داخل المستوصفات في المقاطعة ديال المغوغة، وكذلك كاين واحد المسألة مزيونة اللي تعملت في هذه القافلة الطبية، أن كاين الدواء مجاني من أصحاب التنسيون والسكر، طبعا الحالات الفقيرة والهشة. نحن كمقاطعة كندعموا هذه الأنشطة الاجتماعية الجد مهمة، ودائما يدنا ممدودة لكل جمعيات المجتمع المدني التابعة للمقاطعة من أجل الرفع من مستوى الاجتماعي داخل المقاطعة. وشكرا. وعليكم. كنشكروا فهاد النهار هذا المنظمين اللي قاموا بهذه الحمله ديال الكشف على داء السكري وداء ديال القلب، وشكرا لكم. استفدنا زعما الحمد لله، هذه واحد الكرامه من عند الله سبحانه وتعالى. ما كرهناش هذا الشيء، هذا يكون واحد النوبه في الشهر. زعما كاين الناس اللي ساكن مراطين وما عندهمش الامكانيات باش يمشيو للسبيطارات ديال الفلوس ولا هذه، ملي جانا الطبيب اللي هنايا الحمد لله عطاونا الدواء ديال السكر فحال اللي كنشربوا في الطبيب ديال الحومه، اللي كنستافدوا بعض النوبات كيكون في الطبيب ديال الحومه، واغلبيه ما كيكونش. ملي جاو هما عطاونا ديك الدواء اللي كنستافدوا منه من السبيطار ديال الحومه عطاوهنا.